أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء 12 في سلسلة أفلا تذكرون. الحقيقة أحببت اليوم أيها الأحبة أن أخصص هذا اللقاء ولقاءات قادمة إن شاء الله إلى قضية مهمة. كل واحد منا أيها الأحبة سوف يقف أمام الله ويسأل عن هذه النعمة التي أعطاها الله إيانا، نعمة عظيمة جدا كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعمة ببساطة هي نعمة الوقت. كل واحد منا سيقف أمام الله عز وجل في يوم لا ريب فيه ويسأله عن وقته، فيما أنفقه، أين ضيعت وقتك؟ ولن تزول قدم عبد أيها الأحبة حتى يسأل عن هذا الموضوع المهم. لذلك أنا أقول الوقت هو الكنز الثمين والمهمل، هو ثروة ضائعة. معظم الناس غافلون عن أهمية هذه النعمة، نعمة الوقت. في هذه اللقاءات إن شاء الله سوف نتذكر معكم بعض القواعد المهمة التي وضعها القرآن وسبق بها علماء الغرب. اليوم هناك الكثير من الكتب التي ألفت في فن إدارة الوقت، لأنهم أدركوا أن إدارة الوقت الصحيحة تقودك إلى النجاح في أي عمل. فطبعا بالنسبة لنا نحن كمؤمنين أيها الأحبة، لا يوجد شيء يمكن للمؤمن أن يندم عليه. طبعا يوم القيامة، نتحدث عن يوم القيامة، لا يوجد شيء يمكن أن يندم عليه إلا لحظة مرت عليه في الدنيا ولم يستثمرها في عمل صالح يرضي الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح أيها الأحبة ليس بالضرورة أن يكون الصلاة أو الزكاة أو العبادات، بل إن الأخلاق الحسنة هي من أهم وأعلى الأعمال الصالحة. تتذكرون حديث حبيبكم عليه الصلاة والسلام عندما أكد أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة هم أحاسنهم أخلاقا، أكد لنا ذلك. فالخلق الحسن يعني مثلا قضية التسامح مع الآخرين، نعاني منها اليوم أيها الأحبة. عالمنا الإسلامي كثرت فيه هذه المشاكل وهذا يعني هذه الفوضى وهذه الكراهية بين بعض، سببها عدم انتشار ثقافة التسامح. التسامح أيها الأحبة هو من أهم الأعمال الصالحة، هل تعلمون ذلك؟ هل تعلمون أن هناك رجل لم يعمل في حياته حسنة قط، كما أنبأنا بذلك حبيب عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا الرجل كان يتعامل مع الناس يقرضهم، فيقول لغلامه إذا بعثه، يقول له: إذا وجدت معسرا، يعني شخص لا يستطيع أن يسدد دينه، إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فلما مات تجاوز الله عنه مع أنه لم يعمل في حياته حسنة قط، ودخل الجنة بسبب أنه كان متسامحا مع الناس. هذا هو الإسلام الحقيقي أيها الأحبة، ليس الإسلام بالمظاهر أو بالألفاظ أو بالأقوال. الإسلام الحقيقي يعني روح الإسلام هي الأخلاق، هي المعاملة.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا الدين كله، قال الدين المعاملة. فيعني لا توجد لحظة أسعد من أنك يعني تحقق عملا يرضي الله تبارك وتعالى، ولكن معظم الناس غافلون طبعا عن نعمة هذا الوقت. أيها الأحبة، صدرت في الآونة الأخيرة أعداد كبيرة من الكتب التي تهتم بإدارة الوقت وإدارة شؤون الإنسان وحياته واستثمار هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. هذه الكتب حققت مبيعات هائلة في الغرب على فكرة يعني، وطبعا نسبة المبيعات الكبيرة لهذه الكتب تؤكد على أهمية هذا الموضوع. يعني الكل يهتم كيف أستطيع أن أستثمر وقتي في عمل مفيد لا أندم عليه. طبعا هم وضعوا أهداف معينة ووضعوا هدفا أساسيا الكل يسعى وراءه، وهو المال والشهرة والسلطة. باختصار الهدف هو الدنيا وزينتها، فمقياس النجاح لديهم هو ما يحققه المرء من مكاسب مادية أو شهرة أو سلطة، ولكنهم يتجاهلون فكرة بسيطة وهي المصير الذي ينتظر كل واحد منا بعد الموت أيها الأحبة. لذلك أحبتي في الله، القرآن العظيم فيه ميزة يتميز عن الكتب البشرية، أنه يعطيك شيء بسيط جدا ولكنه صعب، هو بسيط يعني سهل ممتنع، هو التوكل على الله، قوة التوكل على الله. للتوكل على الله قوة عجيبة في حياتنا. يعني أنا عندما أدرك أن كل شيء في حياتي هو مقدر كما قال الله تبارك وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه قاعدة قانون. عندما يصيبني ضر أو شر أو أذى أو خسارة معينة أو أتعرض لمشكلة معينة، أعلم أن الله قد قدر علي ذلك، وبالتالي أرتاح نفسيا، لأن الله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن أنت في هذه اللحظة عندما تدرك وتثق وتقتنع وتستيقن بهذه الآية، سوف تلجأ إلى الله ليكشف عنك هذا الضر. هذا الضر يمكن أن يكون مرض، نقص مادي، فقر، مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع، كل ما تتعرض له ينبغي أن تعتقد وتستيقن يعني يقينا أنه لن يكشف عنك هذا الضر إلا بإذن الله تعالى، كما قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. القاعدة الثانية، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. أحد الصالحين عاش طويلا، وعندما سئل لماذا لم تصب بأمراض ونجدك سعيدا في هذه السن المتأخرة أكثر من 100 سنة، قال علمت بأن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. لذلك أيها الأحبة، نحن في الدنيا أكثر ما يؤرقنا موضوع الرزق، قلة المال. والحقيقة الله تعالى عندما يريد أن يكرم إنسانا لا يعطيه الكثير من المال. عندما يريد أن يكرمك أيها الإنسان، على العكس يعطيك القدر الذي يصلحك به، وهذا القدر قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. لذلك الله تعالى قال آية عظيمة لا يعترف بها علماء الغرب، ولو بسط الله الرزق
لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هم يعتقدون أو يطمحون إلى تحقيق، أو يعتقدون أن النجاح الحقيقي هو المال، فلديهم مقاييس، الذي يجمع ثروة أكبر يعتبرونه نجح نجاحا أكبر، مع العلم أن هناك مشاهير كثر ولديهم مليارات وانتحروا بسبب إصابتهم بالاكتئاب الحاد، أي أنهم لم يحققوا السعادة. إذن السعادة ليست بالمال، أحيانا تكون السعادة في قلة المال، ولكن متى تستمتع بهذا الوضع؟ عندما تثق بالله وتتوكل على الله وتدرك أن هذا الرزق لن يأخذه أحد غيرك. لذلك الله تبارك وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. لا يستطيع أي إنسان، لا تستطيع أي قوة في العالم أن تمنع رزقا أو تمنع خيرا عنك مهما كلف الأمر. الله تعالى يقول: وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فإذا أيها الأحبة، ينبغي أن تستيقن، أخي الحبيب وأنت تسمعني الآن، ينبغي أن تتصور نفسك عندما كان عمرك 40 يوما. هل تعلم كم كان حجمك في سن 40 يوما في بطن أمك؟ 40 يوما هي مرحلة المضغة بحدود 1 سنتيمتر، يعني طولك بحدود 1 سنتيمتر. تصور في قمة ضعفك، أي شيء يمكن أن يؤثر وتموت، أي خلل، أي دواء خاطئ تأخذه الأم الحامل يمكن أن تسقط الجنين لأتفه الأسباب. ففي هذا التوقيت بالذات الله تعالى كتب لك رزقك كاملا الذي ستأخذه من هذه الدنيا، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. كل الرزق الذي كتبه الله لك وقدره عليك سوف تأخذه كاملا، ولا يمكن للإنسان أن يموت قبل أن يستكمل هذا الرزق. هذا ليس كلامي أيها الأحبة، هذا كلام حبيبكم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم والله له حديث، يعني الجلد يقشعر منه. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. الحبيب يقسم وهو ليس بحاجة للقسم. لماذا يقسم وهو الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى؟ يكفي أن يتكلم من دون قسم ليكون ذلك قانون إلى يوم القيامة، كلامه قوانين صلى الله عليه وسلم. ولكن أراد النبي في هذه الجزئية أن يقسم للناس، لأن معظم الناس لا يقتنعون بذلك، معظمنا لا يقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقسم لهم عليه الصلاة والسلام، قال: والذي نفسي بيده لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هل تثق بكلام النبي؟ راجع تصرفاتك. هل تعرضت يوما ما إلى شراء متاع من الدنيا أو إلى شيء معين وجاء أحد وأخذه غيرك، سبقك إليه، خير سبقت إليه أو حرمت منه، فأصابك شيء من الحزن، هل حدث معك؟ كلنا يحدث معنا ذلك، ولكن قليل منا من يعتقد بأن هذا الأمر مقدر عليه وأن هذا ليس رزقا له. حتى خسارتك في التجارة ليست رزقا لك، وليست خسارة حقيقة، هي مقدرة عليك.
كل المال مبلغ سرق منك هو مقدر عليك، ليس خسارة. مبلغ أخذه أحدهم منك، اقترضه أحدهم ولم يرجعه لك، هذا أيضا مقدر عليك، وهذا ليس رزقا لك من الدنيا، ستأخذه في الآخرة. كم واحد منا يفكر بهذا الأسلوب؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الرزق أيها الأحبة سوف يأتيك حتى لو كنت على فراش الموت، لن تغادر هذه الدنيا حتى تأخذ كل الرزق الذي كتبه الله لك وأنت جنين في بطن أمك في مرحلة المضغة 42 يوم تقريبا. الأعجب من ذلك بقية الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ولو فر أحدكم من رزقه. تصور أن لك رزق في مدينة ما، في مكان ما، وتهرب منه، ما الذي سيحدث؟ كل الناس سيقولون أنت أحمق، خسرت هذا الرزق، وكان ينبغي أن لا تهرب منه، أو أن لا تغادر، أو أن لا تسافر، أو إلى آخره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له وجهة نظر مختلفة، ليست وجهة نظر، له يحدثنا بحقيقة تختلف عما نعتقد. يقول: ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله، صلى الله عليه وسلم، لأدركه كما يدركه أجله. إذن أنت لحظة الموت ستدركك لا محالة، لا يستطيع أي إنسان أن يطيل عمره ولا ثانية واحدة. على فكرة الموت مقدر، كذلك الرزق مقدر. إذا فررت وهربت من الموت سيدركك، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك الرزق سوف يدركك، حتى لو هربت منه واختبأت وجلست في بيتك سيأتيك هذا الرزق. هذه قوانين أيها الأحبة قرآنية ثابتة، تمنحك استقرارا عجيبا، تمنحك طمأنينة، تمنحك شيء اسمه التوكل على الله. هذا الذي فقدناه اليوم أيها الأحبة، التوكل على الله. في حالة المرض تجد أحدنا أو تجد أحدنا يلهث، يخاف، يعني يلجأ إلى أطباء، إلى كذا، إلى أدوية، إلى الإنترنت ليعرف حالته. اهدأ قليلا أخي الحبيب، الذي سيشفيك بالنتيجة هو الله، وكل هذه التي تسارع فيها وتلجأ إليها هي أسباب سخرها الله للشفاء. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو الشفاء. إذن شفاؤك بكلام الله وبثقتك بالله، والله سيسخر لك الطبيب والأدوية وغير ذلك. هو يعني نحن فهمنا المعادلة معكوسة. في حالة المرض ينبغي أن نلجأ إلى الله أولا، والله سيسخر لنا الطبيب المناسب والدواء المناسب والعلاج المناسب. نحن نذهب إلى الطبيب وننسى رب هذا الطبيب، نذهب لعلاج هذا الفيروس وننسى خالقه عز وجل ومسخره، وهذا الفيروس لا يتحرك إلا بأمر الله. يعني شيء والله أيها الأحبة، عندما تتعمق في القرآن الكريم يعطيك طمأنينة لا يمكن أن تحصل عليها في أي كتاب آخر، إلا إذا تأملت هذا الكتاب العظيم وتأملت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، ألخص لكم جزءا من فن إدارة الوقت في 4 نقاط. النقطة الأولى: التوكل على الله، أن تسلم أمرك لله وتعتقد أن كل ما يصيبك هو بأمر الله، سواء كان خيرا أم شرا. القاعدة الثانية:
أن الرزق الذي سيأتيك لن يأخذه أحد غيرك، وأن الخير الذي سيصيبك لن يستطيع أحد أن يرده أو يمنعه عنك. القاعدة الثالثة: أي شر أو مصيبة أو أذى أو خسارة أو مشكلة تتعرض لها، ينبغي أن تعتقد أنها بأمر من الله تعالى وأنها مقدرة عليك. والشيء الرابع والمهم أيها الأحبة، أن تعتقد يقينا بأنك لن تغادر هذه الدنيا حتى تستكمل رزقك كاملا فيطمئن قلبك. لذلك أحد الصالحين عندما سئل وقد كان يعني في عمر أكثر من 100 أو 120 سنة وهو بكامل قوته وصحته، قيل له: ما سر ذلك؟ قال: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. أسأل الله تعالى أن يرزقنا مزيدا من الاطمئنان، مزيدا من اليقين بالله عز وجل، وأن يهدينا لتعلم هذا الكتاب العظيم، للاستفادة من هذه الجواهر وهذه الكنوز التي يزخر بها كلام الله تبارك وتعالى، وأن نكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله وآله.